الله خلق الإنسان بهرمونات في جسمه تساعده على التأقلم وأخذ الحيض أو الحذر. وعلى عكس الراشدين، آلام الصدر عند الأطفال نادراً ما تكون علامة على مشكلة في القلب. بالانتظام في النوم في هذا الشهر الكريم لابد من المحافظة على عدد ساعات معينة من النوم في الليل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود أن أشكر الجمعية السعودية للقلب والقائمين على هذا العمل المجتمعي الممتاز للموسم الثاني، يعني نعمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة المجتمع وما يفيد مرضى القلب بإذن الله. حلقة اليوم أنا كنت حابة أتكلم عن سؤال مهم جداً لمرضى القلب. دائماً المرضى يحبون يسألون هل أستطيع الصيام في شهر رمضان؟ وطبعاً هو الوقت الأمثل أنه المريض يعني يسأل هذا السؤال هو عادةً قبل رمضان، يعني قبل شهر رمضان. نفضل أنه نجلس مع المريض إذا أمكن، طبعاً أحياناً لا يمكن أن هذا لجميع المرضى بسبب صعوبة في ترتيب المواعيد قبل رمضان، ولكن نحاول قدر الإمكان أن نعطيهم بعض النصائح بخصوص أدويتهم، بخصوص هل يمكنهم الصيام ولا لا. فالإجابة على هذا السؤال طبعاً لابد أن نقسم المرضى. هناك مرضى القلب لحالتهم مستقرة، فبشكل عام دائماً أنا أحب أسمي رمضان هو رمضان، يعني رمضان هو شهر القلب السعيد. فبشكل عام تعتبر إذا كانت حالة القلب مستقرة، يعني حالات أمراض القلب المستقرة، من المفيد لها في الحقيقة يعني أن الصيام في شهر رمضان. فالصيام لا يؤثر سلباً على مرضى القلب الذين يتمتعون بحالة مستقرة. ما نعني بحالة مستقرة؟ حالة مستقرة يعني لا يشكو المريض من أعراض متكررة مثل ألام الصدر. يعني أكثر الأمراض التي نراها هي أمراض الشرايين، يشكي المريض من ألام في الصدر. إذا كان المريض لا يشكي من أعراض متكررة من ألام الصدر أو ضيق في التنفس هي الشحنة أو صعوبة في التنفس، فننصح والأدوية مستقرة لفترة لا بأس بها لمدة شهور، يعني أكثر من 6 شهور، وماشي على نفس الأدوية على نفس الجرعات، وما استدعى أنه يدخل المستشفى، فننصح أنه يصوم. بالعكس الصيام في هذه الحالة مفيد، ومفيد لعدة أسباب. مفيد أنه أول شيء يقلل كمية الطعام، يقلل من إذا كان المريض مدخن يتوقف عن التدخين في نهار رمضان، وهذه فرصة للمرضى أن يوقفون التدخين. نسبة ضغط الدم أيضا تبدأ تقل، ونلاحظ أن ضغط الدم يبدأ يتحسن في مرضى القلب خلال يعني قراءات خلال شهر رمضان، تكون أفضل من قبل شهر رمضان في المرضى اللي عندهم صعوبة في التحكم في الضغط، أو إذا كان المريض يحتاج أكثر من دواء يبدأ تقل عدد الأدوية ويخف. بالتالي إذا كان بسبب تقليل الغذاء فهذا يؤدي إلى يعني معدل حرق الجسم للدهون والسكريات يزيد في هذا الشهر، وهذا يؤدي إلى نسبة تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم والحد من زيادة الوزن، وهذه طبعا كلها عوامل تزيد من خطورة مرض القلب، لارتفاع الكوليسترول زيادة السكر، وكل هذه النسب تبدأ تتحسن بسبب الصيام في المرضى. أرجع أعيد اللي حالتهم مستقرة. فإذا كانت حالة المريض القلبية مستقرة، سواء كان مريض شريان قلب أو مريض عضلة قلب، وهذا اللي أغلب المرضى اللي إحنا نشوفهم في العيادات أو يعني في يعني كمرضى قلب أو حتى في الأجنحة، هذول المرضى إذا كان حالتهم مستقرة ننصحهم بالصيام، ما في أي مشكلة. طبعاً لابد من تعديل الأدوية، ممكن نتكلم بعدين عن الأدوية. وذكرنا الفوائد بالنسبة لتعديل نسبة الكوليسترول والدم. طيب، هل هناك فئات لا يجوز لهم الصيام أو ممنوعين من الصيام؟ أكيد في طبعاً، هي طبعاً تلخص في الحالات اللي هي غير مستقرة. يعني إذا كنا نتكلم عن حالات مستقرة، هناك حالات غير مستقرة. منهم الحالات الغير مستقرة اللي عندهم يعانون من آلام متكررة، يعني
تجي لهم يقول والله انا عندي الم في الصدر، فاذا حصل انه جت الام متكرره في الصدر فهذا عاده ما ننصح انه يصوم، لانه يضطر انه ياخذ الادويه اثناء نهار رمضان. مرضى قصور القلب الاحتقاني اللي حالتهم غير مستقره، بمعنى انه عندهم تجمع سوائل يحتاجون الى مدرات بشكل متكرر اثناء نهار رمضان، ايضا هذول لابد انه يعني يمنعون من الصيام، او ما يعني ما ننصح انه يصوم في شهر رمضان لحاجته الى الادويه. وايضا من هذول المرضى عاده يكون في عندهم يتعرضون للجفاف وهبوط ضغط الدم اثناء نهار رمضان بسبب اخذهم لادويه المدرات بالليل، فبالتالي تكون حالتهم فيها لخبطه وممكن يدخل المريض للمستشفى. فايضا اذا كان الحاله تستدعي انهم ياخذون ادويه اكثر اثناء نهار رمضان ايضا ما ننصح لهم بالصيام. اكيد المرضى الازمه القلبيه اللي جت لهم ازمه قلبيه او جلطه قلبيه او ذبحه صدريه خلال مثلا الاسابيع القليله اللي تسبق شهر رمضان، يعني تتراوح من 6 اسابيع الى 8 اسابيع، ممكن تمتد الى 3 شهور، يعني هي 6 اسابيع عاده اللي تكون اكثر شيء فيها احنا يعني يكون تتعدى بعد ذلك المريض مرحله الخطر، يعني اذا جت له ازمه قلبيه قريبه. ايضا اكيد طبعا ما ننسى مرضى جراحات القلب، هذول لا يستطيعون الصوم خلال الاسابيع 6 التي تعقب اجراء الجراحه. اذا كان مريض القلب يعاني مثلا من خفقان مستمر او من عدم انتظام بضغطات القلب وغير متحكم فيه بطريقه الادويه، ايضا هذول يحتاجون الى ادويه يعالجون بادويه، فيعني لا ننصحهم بالصيام. هناك نوع اخر من مرضى القلب اللي هم مرضى قلب الصمامات والتضيق او الالتهاب الشديد في الصمامات، اذا كان الضيق من النوع الشديد بحيث انه يؤثر على التنفس او يسبب احتقان في عضله القلب وتجمع سوائل، ايضا لا ننصحهم بالصيام. هذول طبعا معظم الحالات اللي احنا طبعا ننصحهم بالصيام، اللي هم طبعا يحتاجون مراقبه، و إذا يعني ممكن يحتاجون إلى دخول المستشفى أو ملاحظة في المستشفى، طبعاً هذول من البديهي أنهم لا ننصحهم بالصيام. فهذا بشكل عام أو يعني بشكل مختصر منهم المرضى اللي عادة نمنعهم من الصيام، لكن ما عدا ذلك بشكل عام بالمطلق معظم مرضى القلب يعني حالتهم مستقرة يستطيعون الصيام، بالعكس الصيام يعتبر مفيد بالنسبة لهم. وننصحهم بنصائح بس معينة بالنسبة يعني نصائح غذائية معينة في شهر رمضان، لأنه يعني أحيانا يكون في كسر للروتين، يكون في تنوع في أنواع الأغذية، تنوع في أنواع السكريات، أنواع الأكل المقلي، فدائما مرضى القلب بالذات نحاول أن نؤكد عليهم بالنسبة خصوصا مرضى عضلة القلب، قلهم والله حاولوا أنكم تبتعدون عن الأملاح، عدم إضافة الملح، تجنب أي مثلاً طعام مملح، تجنب طعام مصنع، أي مواد معلبة طبعاً يكون فيها كمية الملح كبيرة، فننصحهم أنهم يبتعدون عن هذه المعلبات أو الأطعمة المصنعة. كل ما كان الأكل طازج كل ما كان أفضل، يعني خضار طازجة، فاكهة طازجة بشكل يومي، هذه طبعاً مفيدة من ناحية أنها مضادات الأكسدة، مفيدة لصحة القلب، مفيدة للأوعية الدموية. الشيء الثاني لا اذا كان لابد ممكن يضيفون ليمون على الاكل عشان موضوع الطعم، ولكن لا يعني الافضل الابتعاد عن الملح. ايضا تجنب الطعام المقلي، يعني كل ما كان الاكل المشوي افضل يعني بالنسبه للمرضى. اي اطعمه مشبعه بالدهون افضل الابتعاد عنها، واذا كان لابد ممكن تكون الدهون الصحيه مثل طبعا زيت الزيتون او زيت جوز الهند، هذا اللي ننصح فيه بعيدا عن مثلا الزيوت الاخرى ما نبغى نذكر يعني اسماء، ولكن المفيده بشكل عام هي زيت الزيتون، زيت جوز الهند، هذه افضل لمرضى القلب. الشيء الاخر اللي ننصح دائما فيه مرضى يعني مرضى القلب بالذات بالنسبه للادويه، ننصح ومرضى عضلة القلب بالذات، لأنه مرضى عضلة القلب يواجهون تحديات معينة. مرضى عضلة القلب طبعاً هم مشكلتهم أنه في قلة في ضخ كمية الدم إلى أعضاء الجسم، فبالتالي يحصل فيه احتقان. الاحتقان هذا يؤدي إلى ضيق في التنفس، يؤدي إلى تجمع سوائل في تجويف البطن أو الرجلين. طبعاً هذول المرضى يأخذون مدرات للبول،
المدرات هذه ممكن تسبب لهم جفاف. فالجفاف طبعا اثناء الصيام هيكون بشكل اكبر. فننصح المريض مثلا اول شيء انه لابد يقوم انا اتكلم عن مرضى عضله القلب ذات، لابد من ترتيب وقت الادويه مع الطبيب بالذات المدرات. فننصح بالنسبه للمدر بالذات انه ياخذ بعد الفطور بساعه او ساعتين او بعد صلاه التراويح، يعني ما ياخذه في السحور، لان يعني اذا اخذه في السحور هيسبب له جفاف وهيسبب هبوط في ضغط الدم، بالتالي المريض هيحس بدوخه ودوار، وهذا طبعا شيء غير مرغوب فيه. بس لو حصلت هذه الاعراض وكان المريض في حاله مستقره، طبعا اكيد لابد انه يكسر الصيام ويبدا ياخذ سوائل. يعني اي مريض قلبي اثناء نهار رمضان شعر باعراض، سواء كانت مثلا اعراض التنفس، اعراض جفاف، اعراض هبوط، دوخه، ما ياخذها بشكل سهل، لابد ان اول شيء يستشير طبيبه، والافضل انه يكسر الصيام وياخذ سوائل في الحاله هذه، لانه دائما عندهم مشكله لخبطه في السوائل. السوائل هذه طبعا يا انها تتجمع بسبب الاحتقان، هذا يؤدي الى دخول المستشفى لانه يحتاجون الى مدرات عن طريق الوريد، او انها تسبب لهم جفاف اذا اخذوها بشكل غير صحيح او قللوا منها. هم ما نبغاهم يقللون منها، ولكن في نفس الوقت لابد من ترتيب اوقاتها بين الفطور والسحور. طبعا اذا المريض احتاج الى مدر اكثر من 3 مرات في اليوم، هذا نعتبره حاله غير مستقره، معناتها لابد انه ياخذ الدواء اثناء نهار رمضان، يحتاج الدواء ويمنع من الصيام في الحاله هذه. هذا بالنسبه للادويه. طبعا في اشياء طبعا يعني امراض اخرى، لكن من اكثر الامراض التي نواجهها اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي امراض الشرايين، امراض عضله القلب، مستقره يستطيع ان يصوم، غير مستقره لابد من استشاره الطبيبه، ولكن ايضا تنظيم الادويه، تنظيم السوائل، تنظيم الغذاء مهم. من التحديات اللي يواجهونها كمان انه اخذ سوائل، كميه كبيره من السوائل بعد الافطار مباشره، فينصح انه ما ياخذونه بعد الفطور مباشره، هذا ممكن يؤدي لاحتقان ويؤدي لضيق التنفس. فايش ننصحهم؟ انه يوزع هذه السوائل على فتره الليل، يعني على الفطور مثلا بعد الفطور بساعه ياخذ سوائل، ما ياخذها كلها مره واحده، لان هذا ممكن يؤدي الى مشكله في التنفس وممكن يؤدي الى تجمع سوائل، ولا سمح الله يحتاج الى زياره الاسعاف. هذه نقطتين مهمين جدا، هي توزيع السوائل، والحقيقه 3 نقاط، توزيع السوائل، عدم التوقف عن اخذ الادويه، ولكن ترتيبها بين الفطور والسحور بشكل، ومعظم يعني ادويه القلب هي تؤخذ مرتين في اليوم، يعني نستطيع ان احنا نقسمها بين الفطور والسحور. لكن اهمها هي المدرات لانها تسبب جفاف، وهذا من اهم الاشياء اللي تواجه، التحديات اللي تواجه المرضى عضله القلب. 3 هي موضوع الاملاح والغذاء وتنظيم الغذاء اثناء طبعا فتره الافطار. هذه تقريبا معظم يعني الاشياء التي احنا نواجهها والاسئله اللي نواجهها في هل يستطيع مريض القلب الصيام اثناء شهر رمضان او لا يستطيع. طبعا زي ما تكلمنا الصيام بشكل عام مفيد لأنه ينظم السكر، ينظم نسبة الدهون، ينظم نسبة الضوء، ولكن لابد أن ننتبه هل حالة مريض القلب هذه مستقرة أو غير مستقرة. والله كانت مستقرة كان بها الحمد لله ويسوي صيام والله يتقبل منه، غير مستقرة لا، لابد أنه يأخذ استشارة الطبيبة، يرتب الأدوية. إذا حصلت أي أعراض أثناء فترة الصيام لا يستهان بها، بس هذه الأعراض وشي؟ صعوبة في التنفس، جفاف، حصول هبوط، دوخة، خفقان، نفضل احنا كأطباء قلب او ننصح مرضانا انه يكسر الصيام مباشرة، ياخذ سوائل ويستشير طبيبة حتى يشوف هل يقدر يكمل الصيام بقية الشهر او لا يستطيع، او يحتاج مثلا زيارة طبيبة في العيادة. طبعا بالنسبة لفترة الصيف هذه اكثر تحدي لمريض القلب، لانها يشق طبعا المريض ممكن يكون صايم اكثر فترة النهار طويلة، أكثر من 14 يعني 12 إلى 14 ساعة يظل بدون طعام ولا شراب، هذه الفترة ممكن يعني تعرض مريض القلب إلى مواجهة بعض الأعراض الصحية مثل ما تكلمنا، ينتبه على موضوع الجفاف، الدوخة، هبوط الضغط. هذا المريض ياخذ أدوية أساساً هي تخفض الضغط، يعني أدوية القلب اللي احنا نعطيها لمرضى القلب بالذات مرضى عضلة القلب هي أصلاً تخفض ضغط القلب. فلا بد نرتب الأدوية هذه وننصح المريض إنه ما يعرض نفسه للجفاف، يعني مثلا ما يطلع يمشي في فترات مثلا يكون فيها شمس مثلا أو فيها
حر يعني، فمه كان مثلاً بارد لو يبغى مثلاً يسوي رياضة مش ساعد أو فطور أو شيء ما في مشكلة، ولكن لابد أول شيء تكون حالته مستقرة، ولابد يكون مكان بارد يعني مكان ما يعرض نفسه للجفاف أو إنه يعرض نفسه لهبوط الضغط. هذا بشكل عام يعني بعض أنا بس الإرشادات اللي كنا نبغى نوجهها لمرضى القلب بخصوص الصيام في رمضان. أتمنى إنه تكون يعني أفادت المرضى، والآن ممكن نفتح الباب لأسئلة الجمهور إذا في أسئلة. السؤال الأول، أصيبت أمي بفيروس كورونا منذ 4 أيام، على الرغم من أنها محصنة جرعة أولى أسترازينكا منذ أكثر من شهر ونصف، وهي مريضة بالسكر والضغط، هل ممكن أن أعطي لها أسبرين أطفال للوقاية على الرغم بعدم إعطائها في عيادة تطمس؟ نعم، طبعا الآن هذا السؤال مهم جدا وأشكر السائل عليه. بالنسبة للمرضى الكورونا، مرضى القلب يجونا في العيادة ويسألونني يقولون دكتورة أخذ التطعيم أو لا، ويكون في تخوف من أخذ اللقاح، يقول لك أنا أخاف أخذ أن يجيني كورونا مثلا، أخاف تأخذ اللقاح تجيني كورونا. طبعا الإجابة أنه مرضى القلب أو مرضى اللي عندهم مشاكل في الصدر أو اللي عندهم ضغط أو سكر هم أكثر المرضى اللي محتاجين للقاح، فتكون الإجابة أنه لا، إحنا ننصحهم أنهم يأخذون اللقاح، ننصح المرضى أنهم يأخذون اللقاح لأن هذا فيه حماية لهم، لأنهم أكثر المرضى المعرضين لحدوث يعني الكورونا، فاللقاح يحمي من حدوث الكورونا لكن ما يحمي 100%. يعني في مرضى أو في ناس حتى يعني ما عندهم أمراض قلب ولا سكر وضغط وجت لهم بعد أخذ اللقاح، هذا طبعاً ما في شيء في الطب اسمه 100%، ممكن يحدث ممكن يحدث، خطورته قد تكون أقل من غيره، لكن يعني إلى الآن ما عندنا إحصائيات إنه مدة أخذ اللقاح يعني الآن لا تتجاوز سنة، فلسه في دراسات تلقى يعني تعمل على ذلك. لكن بالنسبة لموضوع إنه يأخذ اللقاح أو لا، يأخذ اللقاح لازم يأخذ اللقاح، هذا شيء ضروري ننصح فيه، وبالعكس هم أحق المرضى أنهم يأخذون لقاح الكورونا. ولكن بالنسبة لموضوع الأسبرين، إذا كانت المريضة عندها ضغط وسكر وارتفاع في الدهون الثلاثية أو طبعاً ما يعني ما عندها أمراض في القلب أو أمراض شرايين، لابد من استشارة الطبيب في الحالة هذه، لأن الطبيب لابد أن يقيم هل تأخذ يعني إذا كان عندها مشاكل في المعدة ممكن ما تقدر تأخذ أسبرين، فهل عندها مثلاً مشاكل قرحة في المعدة أو مشاكل نزيف سابق لا سمح الله أو أي مشاكل مثلاً في الدم تسبب لها نزيف، هذه الحالة ما تقدر تأخذ الأسبرين. لكن إحنا مرضانا بالنسبة لعندهم ضغط وسكر ودهون ثلاثية ما عندهم شرايين، يعني ينصح بأخذ الأسبرين إذا ما كان في موانع من ذلك. الموانع هذه من اللي يحددها؟ الطبيب المعالج، يكون في العيادات الأولية، يكون طبيب الباطنية من خلال أخذ التاريخ المرضي، والله عندك قرحة، عندك في حرقان، هل في مشاكل في الدم تمنع من أخذ أسبرين، في حساسية للأسبرين، في مشاكل في الصدائق الدموية، إذا هذه المشاكل كلها موجودة ما يعني يمنع من أخذ الأسبرين في الحالة هذه. طيب؟ السؤال الثاني، أمي مريضة بالضغط وعمرها يقارب 60 عام ومستوى الكالسيوم لديها غير جيد وتستعمل دواء النور 5 ملغرام، هل الدواء يسبب لها قلة الكالسيوم أم عوامل أخرى؟ نعم، طبعاً النور هو من العلاجات المعروفة يعني والمشهورة في القلب، وهي يعني إذا كانت تأخذ النور ومتحكم بالضغط والضغط كويس كمل على النور. ما هو من الأعراض الجانبية المعروفة للأملور أنه يقلل الكالسيوم، لكن لابد من مراجعة طبيب الباطنية بحيث في تحاليل معينة ممكن تعمل لها، التحاليل هذه تتعلق بالغدة الدرقية، تتعلق بتحاليل العظام، لابد أن تعمل لها من طبيب الباطنية لمعرفة السبب. لكن الأملور في حد ذاته
ما نواجه قلة، يعني ليس من الأعراض الجانبية المعروفة للأملور تقليل نسبة الكالسيوم. طبعا ننصح في هذه الحالة عمل تحاليل عام، يعني إذا كان الكالسيوم قليل لابد أنه في نرى أيضا الأملاح الأخرى، الصوديوم، البوتاسيوم، الأملاح الأخرى تعمل، بعض تحاليل الغدد لابد أن تعمل، فلا بد من زيارة طبيب مختص، وعادة يكون هو طبيب الباطنية، لعمل الفحوصات اللازمة لاكتشاف سبب قلة الكالسيوم. السؤال الثالث، تم عمل أشعة وفحوصات على القلب وتبين لهم أني مصابة بتضيق في أحد الشرايين بنسبة 70%، أريد رأيكم هل أقوم بتركيب دعامة كما حدد لي الطبيب؟ ولو انتظرت لبعد شهر رمضان هل يشكل هذا أي مشكلة علما بأني مصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم؟ ممتاز. طبعا هذه المريضة عندها الآن عملية خطورة لانسداد الشرايين، عوامل الخطورة اللي هي الضغط والسكر، التدخين، زيادة الدهون، والتاريخ العائلي، هذه العوامل بشكل عام مو بس عند هذه المريضة، هي عندها ضغط وسكر وسبب لها هذا الشيء تضيق في الشرايين. إذا كان التضيق أكثر من 70% والمريضة عندها أعراض، طبعا ننصح في وضع الدعامه وعدم الانتظار، لانه الانتظار ليس من مصلحته، يعني ما ننتظر لما يخلص رمضان ونركب الدعامه. اذا الدكتور الطبيب المعالج اللي سوى لها القسطره يرى انها تحتاج دعامه فلا بد من عمل الدعامه فورا، ولا ننصح بالانتظار، خصوصا اذا كان عندها اعراض. وعاده يعني لا تعمل القسطره في حاله ان يكون المريض عادة يكون عندهم أعراض، فهي لما سوتها أكيد أنه عندها أعراض. بعض هذه الأعراض يعني قد تتحسن بالأدوية، ولكن يكون تحسن مؤقت. لكن الفائدة لتركيب الدعامة هو طبعا دائما زملائنا في القسطة التداخلية يناقشون اللي هي الخطة العلاجية مع المريض بعد القسطرة، يعني بعد ما يسوي المريض القسطرة ويظهر عنده بعض الانسدادات سواء شريان أو شريانين أو ثلاثة، تناقش الخطة العلاجية مع المريض. إذا كان طبعا حالة ما هي أزمة قلبية وما هي ذبح صدري، يعني ما هي حالة عاجلة، تناقش وبعدين يرجع يسويها مثلا بعد يوم يومين أو حتى أسبوع. ولكن إذا يرى أنه هي تتسوى أو أنها يعني خلال مثلا يعني قبل في خلال رمضان وهذا رأيه، فلا بد أنها يعني لا بد أن نستمع إلى نصيحة الطبيب اللي سوى القسطرة ونسويها. ننصح أفضل أنها تعمل بشكل مبكر، لأنه 70% أي شيء أكثر من يعني 70% أكثر من 50% يسبب لها مشاكل، وهذا طبعاً ما نبغى يصير. فنعم الإجابة على السؤال، نعم الأفضل تعمل الدعامة بالذات إذا كان في أعراض. السؤال الرابع، أعاني من عدم السيطرة على ارتفاع الضغط ومصابة بالسكري ونسبة الدهون مرتفعة، نصحني الطبيب بمراجعة قسم القسطرة القلبية لعمل علاج بالتردد الحراري، ما رأيكم؟ بالنسبة طبعا الآن أيضا هذه مريضة أخرى عندها مشاكل في أو عوامل خطورة لمرض، زي ما أنا شايفة طبعا أمراض شرايين القلب منتشرة، يعني تقريبا 90% من مرضى القلب اللي احنا نشوفهم أمراض، يا إنه أمراض أوعية دموية أو شرايين أو أمراض عضلة قلب، سواء كان نشوفهم في العيادة أو في مرضى الأجنحة. والسبب هو طبعا انتشار الضغط، انتشار السكر، انتشار الدهون، السمنة، التدخين، كل هذه العوامل المنتجة. طبعا الآن الوعي صار أفضل بكثير، الآن بدأت الناس تنتبه، بدأت الناس تسوي رياضة، بدأت الناس تسوي فحوصات، بدأت تراجع أطبائها، بدأت يقرؤون أكثر. فأنا يعني لابد أن نعترف أنه في وعي، والوعي أفضل بكثير من قبل. ولكن مسألة عدم التحكم هذه طبعا، لأنه في أشياء الإنسان ما يقدر يتحكم فيها، يعني أنت حالا ما تصاب بالسكر خلاص هذا شيء ممكن يكون يعني ربي كتب أنك تصاب بالسكر، ولكن المهم أنه أنت تبدأ تنتبه على موضوع الغذاء، موضوع أدوية السكر، موضوع أدوية الضغط، لابد من السيطرة عليها قبل أنك تفكر مثلا بأدوية أخرى أو بخطط علاجية أخرى. فهنا إذا كان في أعراض، يعني أعراض شرايين، لابد من أن طبيب القلب يقرر ما هو الفحوصات، يعني قبل ما قرر العلاج هو تردد حراري أو مو تردد حراري أو أو أو
أو قسطرة أو دعامة أو عملية، لابد أن نسوي فحوصات قبل. إذا كان في أعراض لابد من عمل فحوصات. هذه الفحوصات تكون عبارة عن أشعة صوتية للقلب أو أشعة نوية اللي ترى نسبة وصول الدم إلى عضلة القلب، أو القسطرة. يعني هذه الثلاث فحوصات المهمة. قسطرة، القسطرة طبعاً تورينا الشرايين بشكل مباشر، هي عملية يعني اختبار تصوير عن طريق الصبغة، تحقن صبغة في أحد الشرايين الكبيرة في الجسم، إما عن طريق اليد أو عن طريق الفخذ. ولما تحقن الصبغة هذه، الصبغة تصل إلى الشرايين المحيطة بالقلب اللي تغذي القلب، الشرايين الثلاثة الرئيسية، وهذه تورينا لأن هذا هو الاختبار الرئيسي. لأن في أشعاعات أخرى الآن طلعت الأشعاع المقطعية أيضا ممكن تورينا الشرايين، في مرضى معينين ممكن نستخدمهم، ولكن الفاصل هو طبعا القسطرة. فلابد من عمل فحوصات قبل تقرير العلاج. يعني ما أنا ما أنصح أن المريض يعالج بدون معرفة وش يعني وش التشخيص بالضبط. فلابد أن نشخص. وفي الأغلب إذا كان المريض عنده ضغط وسكر وفي أي أعراض، يعني ضيق في التنفس، والله آلام، تعب، حتى في بعض النساء ممكن ما يحسون مثلا ألم في الصدر، مثلا يقول أنا تعب، إرهاق، إعياء، دوخة مثلا، في عندي جاني هبوط، الهبوط في الضغط مثلا، أي مريض عنده ضغط وسكر لابد نتوجس من موضوع شرايين القلب هذه ونفحصها ولا نتهاون فيها، لأنه زي ما قلنا الوقاية خير من العلاج. يعني قبل ممكن يكتشف عنده مثلا انسدادات بسيطة ممكن نتعامل فيها عن طريق الأدوية. إذا تسوت القسطرة وطلع والله المريض عنده انسدادات، نفكر الآن وش الحل الأمثل. الحل الأمثل هو الثلاث علاجات المعروفة، يا علاج عن طريق الأدوية، أو العلاج عن طريق الدعامات، أو عملية جراحة قلب. هذه هي الثلاث علاجات المتعارف عليها في المرضى شرايين القلب، وكل مريض على حسب حالته، على حسب كم شريان في انسداد، على حسب تقييم الحالة، على حسب عضلة القلب. وهذه طبعا يناقشها الأطباء في اجتماعاتهم، وكل مريض على حدة. يعني لا تتشابه شرايين المرضى ولا تتشابه الحالات. يجي مريض مثلا يقول لك أنا عندي أزمة قلبية وأخذ الدواء الفلاني، وانت جت لك ذبحة أو أزمة وخذ الدواء هذا، هذا ما يصلح، لأنه كل واحد يختلف، كل مريض يختلف، وكل حالة على حدة، وليس كل مرضى الشرايين متساويين يعني في العلاجات ولا في الخطط العلاجية. يعطيك العافية دكتورة. أحد السائلين يسأل: أعاني من التبول اللا إرادي وخفقان بالقلب والتعب من أقل مجهود، هل الصيام مفيد لي؟ طيب، أيضا سؤال مهم جدا. إذا كان في خفقان وتعب إلى مجهود، دائما أيضا لا نستهين بهذه الأعراض. دائما التعب أو في كتمة بدون أثناء المجهود، أي أعراض أثناء المجهود هذه أعراض غير طبيعية ولا نستهين فيها. فنرجع ناخذ التاريخ المرضي من المريض، هل عندك ضغط، هل عندك سكر، هل عندك دهون ثلاثية، هل في تاريخ مرضي لأمراض القلب، هل في تدخين، فنبدأ نتعامل مع هذه الأعراض. إذا كان في عوامل خطورة معناتها وفي أعراض الآن، لا ننصح بالصيام. يعني لا نقول لك والله أنت عندك خفقان، الخفقان هذا مستمر يجي كل يوم، لا، لابد أنك تفحص. وتعب هذا ممكن يكون من عضلة القلب، قد يكون من الشرايين، قد يكون عندك مشكلة في القلب. طبعاً الأعراض هذه أعراض عامة، صح؟ تقول الله أنا ممكن عندي مشكلة في الدم، مشكلة أنيميا مثلاً، ممكن، ولكن أيضاً ممكن في مشكلة في القلب. إحنا دائماً نحب نستبعد اللي هي الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب. إذا كانت المريض عنده عوامل خطورة لأمراض القلب، نأخذ الأعراض بشكل جدي ونعرض نفسنا على الطبيب. وموضوع الصيام أو عدم الصيام هذا يتحدد على حسب أنت يعني إيش الحالة بالضبط. الآن أنت عندك أعراض ما تقدر تصومها، في تعب وفي مجهود، وقد تحتاج بعض الأدوية، قد تحتاج بعض الفحوصات اللي قد راح تمنعك من الصيام. فإذا كان عندك عوامل خطورة والعمر أكثر مثلاً من 45 سنة أكثر من 50 سنة، معناته أنت في الفئة الغير مستقرة اللي تحتاج تقيم الحالة من قبل طبيب القلب. وحاليا لا أنصح بالصيام لمثل هذا المريض. لكن إذا كان مثلا نقول مريض عمره 25 سنة، ما عنده عوامل خطورة، عنده بعض الأعراض هذه، أيضا الأفضل إنه يبدأ يقيس ضغطه ويعرض نفسه على طبيب عام، يعني بحيث إنه يقيم الحالة بشكل عام. ونسبة إنه يكون عنده مرض قلب نسبة قليلة، قد يكون شيء عارض مثلا،
ما في مشكلة، ممكن يصوم ويبدأ يشوف إيش السبب يعني للتعب هذا أو الخفقان هذا، ممكن يكون سبب آخر ما له علاقة بالقلب. فالعمر، عوامل الخطورة لها علاقة بالموضوع، فالتاريخ الكامل أيضا مهم في الحالة هذه. من الأسئلة اللي وصلتنا، لدينا موروث جينات لأمراض القلب بالعائلة، ماذا أفعل من الآن؟ وعمري 27 عام، أم أنه ليس ضرورياً أن أتوقع مشكلة مستقبلية؟ نعم، أيضاً هذه من الأسئلة المهمة. في بعض أمراض القلب قد تكون يعني عن طريق تنقل عن طريق الجينات، بعض أمراض عضلة القلب أو بعض الأمراض أمراض كهربة القلب. في هذه الحالة إذا كان في أحد أفراد العائلة عندهم أحد هذه الأمراض، عضلة القلب أو كهرباء القلب المتعلقة بالجينات، وطبيب القلب حدد أن هذا لها علاقة بالجينات وأثبت هذا الشيء يعني في جينات زي ما المريض هذا ذكر أو الشخص هذا ذكر، في الحالة هذه ننصح أفراد العائلة اللي هم القريبين اللي هم الأولاد الأبناء اللي هم نسميهم إحنا الفيرست ديجري ريليتيف اللي هم أبناء مباشرين، في لابد انه يعرضون على طبيب القلب وعمل الفحوصات اللازمه. عاده تكون عمل فحص للايكو اللي هو اشعه صوتيه، وممكن يسوي فحص للجينات ايضا. لانه الاجابه على سؤالك هل تتوقع مشكله مستقبليه، نعم هي مشكله مستقبليه اذا كنت يعني قريب مباشر من الدرجه الاولى ابن او بنت. هذه في طبعا في طبعا هل أبناء العم مثلا ممكن أو يكون هذا مثلا مرض متنحي، ممكن ولكن أقل بدرجة أقل، لكن إذا كان قريب من الدرجة الأولى لابد أنه يعرض نفسه على طبيب القلب ويقوم بالفحوصات اللي ينصحها في طبيب القلب، وعادة يكون هذا طبيب يعني عضلة القلب أو كهرباء القلب عادة. يعني كل حالة لها تفصيل معين يعرض بحسب نوع الجينات نوع المرض، ويحدد الطبيب المتابع والطبيب يحدد للعلاج الفحوصات. الفحص عادة يكون عن طريق أشعة صوتية وعمل الجينات. نعم. دكتورة، سمعنا كثير عن شراب الكركديه لعلاج الضغط، ما رأيك؟ والله كثير يسألون السؤال هذا، ولاحظوا بعض المرضى أنه يتحسن. أنا لا ما يعني ما عندنا خبرة ولا عندنا دراسات، أنا ما أقدر يعني ما نستطيع إن إحنا نقول والله الكركديه يحسن الضغط إلا إذا كان في دراسة معينة، لكن بشكل عام الكركديه يعتبر من الأعشاب المفيدة وما في ضرر، وإذا المريض لاحظ إنه ضغطه يتحسن يكمل ما في مشكلة، ولكن ما في دراسات مثبتة أنا أستطيع إن أنا يعني أستند عليها عشان أقول والله الكركديه يضبط الضغط. على الأقل أنا ما أعرف يعني دراسات قيمة على الكركديه لتحسين ضغط الدم، ولكن ما في ضرر ولا يعني لا ضير من أخذ الكركديه، بالعكس عادي جدا زي الزنجبيل مثلا، طبعا زي الأعشاب الأخرى ينسون الأعشاب، كلها أشياء مفيدة يعني نعناع كل الأعشاب هذه مفيدة ما في مشكلة. طيب أتوقع فيه مشكلة بالصوت هنا. السؤال الثامن يقول أعاني من نشاط مفرط في السؤال الثامن أعاني من نشاط مفرط قلب الغير مستقرة. نعم، ارتفاع ضغط الدم، وعلمت من الطبيب أن السبب هي الغدة وليس القلب، ما رأيك؟ نعم، طبعا نشاط الغدة الدرقية نعم يؤدي الى مشاكل في ضربات القلب، واحيانا مشاكل هذه في ضربات القلب قد تؤدي الى مشكلة في العضلة، يعني اذا استمر الخفقان اكثر من 24 ساعة 48 ساعة بشكل مستمر وبشكل سريع هذا ممكن يؤدي الى ضعف عضلة القلب. ايضا الغدة الدرقية او نشاط الغدة الدرقية سواء كانت نشيطة او سواء كانت فيها كسل ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، تأثر على الضغط يعني ضغط الدم ممكن يرتفع. ولكن لابد أن نأخذ التاريخ المرضي كامل من المريض. إذا جتني مريضة أو مريض عمره كبير في السن أكبر من 50 سنة عنده عوامل خطورة وعنده مشكلة مثلا في ضربات القلب أو عنده مشكلة في التنفس أو عنده مشكلة في ارتفاع ضغط الدم،
ما أقدر أقول له هذه الأعراض كلها بس نتيجة الغدة. الغدة نعم ممكن تسبب في حالة هذا المريض اللي عرض السؤال، لكن لابد نستبعد أمراض القلب لأنها طبعاً أخطر من أمراض الغدة إذا كان في عوامل خطورة، وإذا كان المريض كبير في السن نحب نستبعد مشاكل القلب الأخرى عند المريض، لأنه مشاكل القلب أخطر من أمراض الغدة. لكن الإجابة على سؤالك هل الغدة هي السبب في حالتك؟ قد تكون هي السبب لأن الطبيب أخذ منك التاريخ ويعرف حالتك بالضبط، وطبعاً أكيد الغدة تسبب مشاكل في ضربات الضغط، ما في نقاش على الشيء هذا. ولكن أيضاً إذا كان في عوامل خطورة أخرى لابد نستبعد أمراض القلب. وأنا متأكدة أن الطبيب المعالج لك أكيد يعني سوى الفحوصات هذه للقلب قبل ما يصل إلى الاستنتاج من هذه من الغدة. السؤال التاسع، أعاني من القدم السكري وتقرحات بالأطراف ورجفان بالأذين وارتفاع ضغط الدم، هل يتأثر القلب بمشاكل القدم السكري وما الحل؟ طيب أيضا هذه من الأسئلة المهمة ومن الأمراض الشائعة حقيقة عندنا في القلب أو في أمراض البعضلية أو عند أطباء السكر. من التحديات الكبيرة التي نواجهها كأطباء قلب هي علاج مرض السكر. معظم مرضى القلب عندهم مشاكل أخرى، مشاكل في أجهزة أخرى، مشاكل الأجهزة الأخرى هذه تتعلق عادة بمرض السكر. فمرض السكر ممكن يأثر ويسبب تقرحات في القدم، ممكن يسبب التقرحات هذه عدم وصول الدم الكافي، يسبب انسداد شرايين الرجلين. زي ما يكون السكر يسبب انسداد في شرايين القلب ممكن يؤدي إلى انسداد في شرايين الرجل أيضا أو الرجلين أو الساقين أو القدم. في هذه الحالة يصير الجفاف وتصير التقرحات. هذا طبعاً من أصعب المرضى اللي ممكن نعالجهم، لأن نعرف أنه يكون عنده مشاكل في الكلى، ممكن أيضاً تكون فيه مشاكل في الأعصاب بسبب السكر. هنا يحتاج المريض إلى يعني فريق من الأطباء لمعالجته، يحتاج إلى طبيب السكر، يحتاج إلى طبيب القلب، يحتاج إلى طبيب الكلى، ويعطى طبعاً المسيلات ويعطى أدوية القلب ويعمل له فحوصات كاملة، فحص الألتراساوند اللي هو أشعة صوتية للأوعية الدموية للرجلين، بالإضافة إلى فحوصات القلب اللازمة لاكتشاف إذا كان في عنده انسداد في شرايين الرجلين، أو إذا ويعرض أيضا على طبيب الأعصاب لتشخيص إذا كان عنده فيه مشكلة في الأعصاب، ويعالج بالعلاج المناسب كلا على تخصصه. المشكلة الأخرى أيضا المشكلة اللي هي الانتفاخ في الساقين، أيضا يصير في مرضى السكر وفي مرضى القلب، لأنه في مشكلة في الاحتقان وتجمع السوائل في القدمين بسبب ضعف في ضخ دم عضلة القلب، بالإضافة إلى فقد البروتين عن طريق الكلى في مرضى السكر. فهنا عنده عاملين ممكن يسببوا له انتفاخ في الساقين، ولابد أن يعمل فحص للقلب من ناحية الأشعة الصوتية يشوف إذا إيش مشكلة عضلة القلب، ويعمل فحص 24 ساعة تجميع للبول بحيث يشوف نسبة البروتين، ويعتمد ويتحدد على حسب السبب لهذا الانتفاخ في الساقين كيف يتعالج المريض. في الحالة هذه أول شيء نتحكم في السكر، يبدأ يعالج، يعطى علاجات للقلب اللي هي طبعاً علاجات المناسبة لمرضى السكر اللي عندهم دهون ثلاثية أو ضغط، يعطى أسبرين، يعطى مخفضات البيتا، يفحص عن طريق الأشعات لاكتشاف أي مشاكل في الشرايين أو في عضلة القلب. وطبيب السكر لابد الآن في كثير من العلاجات الجديدة صراحة في السكر طلعت للمرضى، ويعني أنا دائما أنصح مرضى إنهم يتابعون بشكل متقارب. يعني ما ينفع مريض السكر يشوف طبيب السكر كل 6-7 شهور، هذه ما يصلح، لأنه إحنا نعاني من هذا الشيء بسبب بعد مثلا المتابعات في المستشفيات الحكومية. لكن هناك المراكز الأولية، يستطيع المريض أن يعني يزور بعض المراكز الأولية اللي هي طبعا تعنى بها وزارة الصحة، والآن فعلت كثير من هذه المراكز للمتابعة القريبة، يعني كل شهر شهرين يزور يفحص يشوف مثلا تأثير السكر على الأجهزة المختلفة، وإذا استدعى الأمر يتحول على الطبيب المختص. يعني ما تقدر أنت تشوف الطبيب المختص مباشرة، لكن الطبيب العام موجود، إذا كان موجود الأفضل أن ينشاف المريض كل مثلاً شهرين، أقصى حد 3 شهور لطبيب المريض السكر، لأن مضاعفات السكر تظهر بشكل يعني مفاجئ وتأخذ وقت طويل عشان تظهر،
وفجأة يلاقي المريض عنده المضاعفات وصعب التعامل معها، ويكون نصل إلى يعني حالة متأخرة ما نستطيع التعامل معها. فكل ما اكتشفت هذه المضاعفات مبكرا كل ما كان أفضل. السؤال الأخير، تم عمل جراحة قلب مفتوح لشرايين القلب مدة أكثر من 6 أشهر، ما زلت أعاني من تنفس وكحة مستمرة. نعم، طبعا عملية جراحة القلب ليست في العملية السهلة، وتكلمنا أنه المرضى يختلفون. طبعا عملت العملية لسبب أنه أكيد في أكثر من شريان أو شريانين فيهم انسداد. عادة بعض المرضى يكون عندهم ضعف في عضلة القلب مما يسبب لهم ضيق في التنفس، فممكن بعض الأعراض تختفي أو تقل لكن لا تختفي تماما. فإذا ما زال في أعراض في هذه الحالة ننصح بزيارة طبيب القلب لعمل الفحوصات النووية، عمل فحص الأشعة النووي. طبعا ما راح تتسوى القسطرة في الحالة هذه، لأن عادة ما ننصح بالقسطرة في أول الفترة إلا إذا كانت الأعراض شديدة وحصل أزمة قلبية لا سمح الله وحصل ذبحة صدرية. لكن لابد أن أول شيء نسوي فحوصات للدم لإنزيمات القلب، نشوف هل المشكلة في الشرايين أو المشكلة في عضلة القلب. بلها أسباب كثيرة ضيق التنفس، يا أن المشكلة في الشرايين نفسها التي عملت، يعني المريض أساساً عنده مشكلة في عضلة القلب وهذا اللي بسبب ضيق التنفس أو الكحة. الشيء الثالث، بعض أدوية القلب تسبب الكحة اللي يعني تساعد على تقوية العضلة وتساعد على التحكم في ضغط الدم. في هذه الحالة نقوم باستبدال هذه الأدوية بأدوية أخرى مماثلة لها في الفائدة، وتتجنب عرض أو المضاعفات أو يعني عرض الكحة هذا. فيعني الكحة هذا ممكن بسبب ضعف العضلة أو في تجمع سوائل، وهذا لابد أن يعالج من المدرات ونشوف إيش مشكلة العضلة، أو يكون في مشكلة في الشرايين وهذا لابد أن الطبيب يسوي الفحص اللازم لها ويعطي الأدوية اللازمة. في الحالة هذه طبعاً لابد من العلاجات تراجع بشكل كامل وبشكل دقيق بحيث نتأكد أن المريض على الجرعات المناسبة. لابد نتأكد أنه على أول شيء الأدوية الصحيحة والجرعات المناسبة، لكن قبل كذا لازم نتأكد أنه ما في مشاكل في الشرايين أو في عضلة القلب. فهذه حالة لا يستهان بها. أول شيء إذا كانت الأعراض موجودة حاليا لا ننصح بالصيام، وننصحك بزيارة طبيبك لعمل الفحوصات اللازمة ومراجعة الأدوية للتأكد من الأدوية بالجرعات المناسبة والأدوية الصحيحة. إذا كانت الأدوية فيها مشكلة ممكن يتم تغيير بعض الأدوية عن ما سبق قبل العملية. نعم، سارة في سؤال؟ لا، وصلنا لآخر أسئلة. يعطيك العافية دكتورة، والله ينفع بعلمك. الله يعطيكم العافية، وشاكرين لاستضافتكم وشاكرين للفريق العامل على هذا البرنامج الممتاز، ونتمنى أنه يعني استطعنا أن نفيد المجتمع أو المرضى بشيء قليل يستفيدون منه إن شاء الله، ونتطلع إن شاء الله لمقابلتكم مرة أخرى. شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير. الله خلق الإنسان بهرمونات في جسمه تساعده على التأقلم وأخذ الحيض أو الحذر. وعلى عكس الراشدين، آلام الصدر عند الأطفال نادراً ما تكون علامة على مشكلة في القلب. بالانتظام في النوم في هذا الشهر الكريم لابد من المحافظة على عدد ساعات معينة من النوم في الليل.